أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة الليلة من أخبار وذني. لازلنا في التغطية الخاصة للحملة الانتخابية للانتخابات البلدية. قاعدين نحاولوا في برنامج أخبار وذني، نحاولوا كل يوم نقدموا لكم مترشحين للانتخابات البلدية، نقدموا بعض القائمات المستقلة أو حتى القائمات التي تنتمي لأحزاب سياسية. كل يوم نحاولوا نجيبوا مترشح للانتخابات البلدية، جبنا رؤساء قائمات ونحاولوا طبعا نحاولوا نوفقوا بين اكثر ما يمكن من القائمات باش هما يجيو يقدموا لكم مشاريعهم الانتخابيه للانتخابات البلديه. ومعايا لتاثيث حلقه الليله كالعاده الخبيران في الانتخابات البلديه، السيد رضا خير الله النجار المختص في صناعه صناديق الاقتراع، والسيد عروه بالقيد الخبير في تزوير الانتخابات. مرحبا بكم. وبيك عايشك سي صادق. بارك الله فيك. فضلك. هتكن كان نبداو بتقييمكم انتم الشخصي للحمله الانتخابيه الى حد الان، وحتى تقييمكم لتغطيتنا نحن كبرنامج اخبار وذني، تغطيتنا لهذه الحمله، هل وفقنا ان نغطيو اكثر ما يمكن، وهل وفقنا حتى في جانب الحياديه والشفافيه؟ شكرا سي صابر. انا باش نحكي لك شويه على الحملات الانتخابيه. اليوم ما راني أنه الحملات الانتخابية يعني قاعدة تتعمل على أسس نظيفة في خيار ديمقراطي شفاف، ويعني بالحملة الحملات الانتخابية كل ثم حملات متوسطة، ثم حملات كبيرة، ثم حملات متوسعة لنطاق بلدي شامل. واضح. كان تقيم لنا سيد الخبير في صناعة صناديق الاقتراع، تقيم لنا التغطية اللي قاعدين نقوم بها نحن. والله انا من وجهه نظري يعني تو انا نقيم روحي، ما انا تديما نقيم في روحي، نروح للدار نقيم روحي الصباح كذا وين الصباح كيف نقيم روحي، ويظهر لي معناتها تقييمنا واضح وشفاف، ويعني ما عليه حتى لا غبار ولا ادنى يعني منهم يعني لا غبار، لا غبار. نعم. ويعني المترشحون ياتون ويتكلموا بكل شفافيه ونزاهه، واضح. والمواطن له يعني خيار له له. واضح. ذلك واضح. نحن نحاول طبعا نوفقوا بين كل الاحزاب وكل القائمات في تغطيتنا، ويحضر معنا اليوم مترشح من احد الاحزاب الكبرى في الفرنسا. نعم، مترشح بارز ومترشح معروف جدا. نستقبل طبعا اليوم السيد نور الدين الكاهية، رئيس قائمة حزب البلدوزر. سيد نور الدين الكاهية، مرحبا. أهلا أهلا. تفضل سيد نور الدين. أشكركم. بارك الله فيكم على الاستضافة. شكرا سي صابر. أنا كنت يعني ننتظر في اللحظة هذه التاريخية، وبارك الله فيكم اللي أعطيتوني الفرصة باش نتواصل مع شعبنا العزيز. اه بارك الله فيك. صح. صح. اولا للملاحظه الماسك اللي لابسه شنو هي؟ هذا هو يعني يرمز للحزب نتاعنا. فحبيت نجي هكا نوريه في التلفزه باش يتعرفوا عليه الناس، وهذه حاجه يعني تصير في اعتى الديمقراطيه. حلو. يعني 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 شعار الحزب بتاعكم هو الماسك. الماسك. نعم. هذاك هو، هذاك علاش جيت به انا اليوم باش نعرف به. واضح. واضح. سيد نور الدين مرحبا بك. شكرا. تعرف طبعا قانون اللعبه الانتخابيه والقانون نتاعنا للتغطيه نتاعنا، عندك خمسة دقائق باش تحكي على مشروعك الانتخابي، والساده الخبراء بحذايا يوجهوا لك الاسئله اللي نتاعهم. وعندك كما تشوف زوز فيقات يحسبوا الوقت، هذوما هذه من 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 الهيكا، وهذه من اللي زيل، انا لازم يكونوا زوز هما على علم بكل او بادق تفاصيل اللي أمتنى. حاضر للاسئله نتاعنا؟ حاضر سيد نور الدين. توب. يلا نبداو في العدد التنازلي. سيد نور الدين، رئيس قائمه حزب البلدوزر، كتعرفنا بروحك وتحكي لنا على مشروعك الانتخابي. اولا انا نور الدين الكاهيه كما سيادتك تفضلت. انا اب لبنتين، وانا جراح مختص في المجاري البوليه. ما لا تصلح في الانتخابات البلدية. ما فهمتش، سامحني. ما كلها مجاري. سامحني كقصيد عليك، حبيت ندخلك شوي في الجو. يلا. اي نور الدين الكاهي. انا اب كما تفضلت وجراح، وكما قلت انا ناشط كبير في المجتمع المدني. هذه حاجه يعني الناس اللي ما تعرفهاش عليا. فكنت رئيس على جمعيه اسمها جمعيه الاطفال الابرياء. اطفال الابرياء معروفه الجمعيه. وانا كنت رئيس. بربي. ثم انا نتحرج الحقيقه كي نحكي على روحي، لكن انا معروف عليا كجراح. يعني قداش من مره يجيوني يعني بسطاء الحال وبداو داويني بلاش. بلاش نعمل، بلاش نعمل الخير ونساه.
نعمل الخير ونسى بلاش كيك داوي داني داوي مجاني مجاني وجي يقول لك داوي يقول لك يجي ويجي وبرشا بسطاء ويجي هكا اللي يعني ساقه مكسوره واللي راسه مدشتش ونداوي نداوي بلاش ونقول له برا ربي. وهذه اول مره تذكرها في اخبار وذني هذه حصريا. انا عمري لن اتكلم على الحاجات هذه الحقيقه نتحرج واضح لكن اجبرتوني. يعطيك الصحه سي نور الدين. لو كان تحكي لنا شويه على حزبكم يعني الحزب نتاعكم حزب البلدوزر. إيه صح. انا اول حاجه نحب ناكد عليها حزب البلدوزر جرب الحكم. فاحنا عندنا التجربه يعني احنا حاضرين احنا يعني تمرنا على الحكم واحنا حاضرين باش ثم حاجه الحكم المحلي الحكم المحلي الحكم المحلي اي نعم. ثم احنا يعني معروف علينا يعني نحبوا نحكموا نحبوا نردوا الجميل لهالبلاد ونحبوا يعني في خدمة المواطن وفي خدمة خاصة تونس. كل من نقول اسمها نحمي قشر نشوف شوف شعر نعم قشر يذكر تونس نعم نعم وانا شاهد على شاهد على العصر شفت كان الشيء هذايا موجودين كان خدمة الوطن وخدمة البلاد واضح وتأثر كبير تأثر كبير به أحلاها الوطنية محلاها ليه يعطيك الصحة سيد الخبير عندك سؤال كنت حبيت أنا الحقيقة الحقيقة فاجئني نعم. فاجئني ونحب نقول له سامحوني بربي على نعم حساس نعم نعم واضح يعني يعني أهم نقطة في المشروع الانتخابي نتاعكم شنية معناها كانت نجم احنا عندنا نقطة برك أكهو أكهو اللي هي خدمة المواطن برافو ابشر يرجع لي الحس الوطني الحس الوطني نعم نعم برافو برافو يعطيك الصحة تأثر جدا نعرف نعرف هوني سامحوني خطر عندي الشعرة ولا كيفاش ناحي الماسك مقلق ما يصيرش فوالا واضح ما يصيرش يعني هذه ظروف المباشرة إذا قلت لنا أنه مشروعكم الانتخابي هو خدمة تونس وخدمة التوانسة ثم خدمة تونس وخدمة يا ولدي الحكاية حكاية فلوس فلوس افهموها فلوس احنا جايين لهنا باش نربحوا الفلوس احنا باش نعموا الفساد يا سيد اي نعم الفساد شفتوها الرشوه هذيك والرخصه ب 50 مليون انا لما نردها ب 300 مليون باهي اي نعم وهذه حكايه هذه قال شنو قال احنا ناقصنا مرافق مرافق شي مرافق وذي وصغيرات كي يجي بابا بابا هزني هزني للبارك هزني البارك عملوا لنا بارك شو بارك انا حزب البلدوزر حالف باش يدمر كل شيء هما يزرعوا ونحن نقلعوا احنا لهنا باش نقلعوا يا سيد اي نعم باش نقلعوا كل شيء واللي يحكيوا على البارك هذوما اللي يحكيوا على البارك احنا باش ندخلوا عليه وندمروا الدنيا كل مبنى البلديه مبنى البلديه يا سيد اي انت يا بوش لاغ مقبلك وانت تخزر لي مبنى البلديه باش ندمر احنا بالبلدوزر اي نعم باش ندمروا كل شيء احنا جايين لهنا للدمار الشامل هاي مقبلك اللوج عليه هذه انتخابات هذه قد تو قطعتي مشروع في الانتخابي للشعب رد بالك هذا مشروع انتخابي هذا هو مشروعنا احنا جايين لاقتلاع اقتلاعكم من جذوركم اي قالوا الشعب ها قالوا شعب تصريحات خطيرة خطيرة جدا يبدو أنه ثم على الأقل أنا عرفنا أن اكتشفنا حاجة مش سامحوني يا أخي حسيت روحي ولا كيفاش هكا انفعلت لا لا لا, لا, لا انفعلت انفعلت سامحني يعني هذا مشروعكم الانتخابي اللي كنت تحكي عليه توا كنا نحكيوا على مشروع الانتخابي صحيح صحيح يعطيك الصحه سي صابر يعطيك الصحه احنا ساعه اول حاجه يزمني نقولها احنا راهو حزب البلدوزر ما هوش موجود على امور ماديه لا المادة لا تعنينا يا صديقي نحن اللي يعنينا خدمة الوطن اي نعم جايين باش نخدم الوطن بتاعنا بكل يعني سامحني يعني شنو اللي بيخلي المواطن ينتخب القائمة بتاعكم يعني شنو اللي يخلي السبب اللي يخلي المواطن احنا معروفين في الساحة راهو اخويا من الاخر من الاخر اعطينا انتوما اهالي البلدية هذوما باش ينتخبوكم شنو محضرين لهم شنو باش تعملوا لهم احنا من الاخر من الاخر احنا باش نحنوا القلوب على بعض تحنوا القلوب على بعض انا معروف علي انا تحنين القلوب حنان حنان القلوب لا انا كنت صغير في الليسي كنا عايتو محنن محنن يحنن في القلوب على بعض يعني انا حنان شحنن القلوب على بعضها ثم عندكم انجازات مثلا واضحه عندكم قائمه فيها انجازات مثلا علقتوها او قائمه في القائمه الانتخابيه نقاطكم كل لي عاد الانجازات اي انجازات فلا اي الانجازات اعطينا الانجازات سامحني اول حاجه فما شي حد تكلم على مقاومه الفساد لا
احنا باش نقوموا بمقاومه الفساد اولا. جيد. طيب جيد. ثم اسمع سي صابر من فضلك، انشاء سوق بلديه للمواطن. اشكون قال على هذه؟ حتى تشييد ملعب بلدي. حلو. افتتاح مسلخ. مسلخ عليه هكاك كل شيء مربوطه من كراحه مطيشه ها باش نعملوا لهم مسلخ يتلموا فيه الناس كل يسلخوا ويسلخوا مسلخ لو. بلدي نسميه بعث مدينه الاطفال مدينه الالعاب للاطفال. سامحني سامحني، شكون اللي قال اول حزب تكلم على أول حزب. على اول حزب على حزب البندوس. احنا اكثر حزب يتكلم على الاطفال ويحب الاطفال. نعم نعم. رجعت لي الضيقه. انشاء حديقة الحيوان. حيوان ما عادش فما حيوان. ما عادش فما لا لا سامحني سامحني ما عادش فما حيوان يعني بالمواصفات العالمية. احنا باش نعملوا حديقة بالمواصفات الحيوان. وسامحني وعناية المحيط. طيب عناية المحيط قل لي شكون قبلنا ولا بعدنا نتكلم على عناية المحيط؟ حتى حد ما تكلم. احنا المحيط في عينينا. كل ما تكلم حد احنا المحيط حاطينه في عينينا. برافو. رجع لي الحس الوطني. لا انت وطني برشا وطني برشا. نحي الماسك عايش لي نحي الماسك ميسير فرد شوي من غير ماسك خير فرد قلبك شوية الماسك. يعني هذو هم القيمة يعني الانجازات. عندهم انجازات كبيرة. كان انجازات قالوا انجازات انجازات عايش خويا قالوا انجازات. ما كنت حكينا صحيح احنا لهنا لتدمير الشعب. ها هو انجازين عم اين عم. احنا لهنا باش نقضيو على كل ما هو انسان. دويل فار تعرفوه دويل فار الا ما نحطوه الا ما نرشوه في كل بقعة. احنا دويل فار السم الهاري السم السم اي باش نسمو الناس لهنا اين عم. كاسة شكون باش ياخذها الكاسة؟ احنا اللي باش ناخذوها الكاسة. اين عم احنا باش نهزوا كاسات البلديات الكل. هذيك اول مشروع باش نبداو به. كل رئيس بلديه يهز كاسته ويروح. ها باش نشردوكم باش نشردوكم. وشنو هذه؟ قالوا انجازات. ها تحبوا الانجازات؟ انتخبونا ولا مرشوكم الرشوكم بالمبيدات الحشريه. وفي الوقت كان هذا المترشح لنا كانت هذه تختيمنا للانتخابات البلديه. عشان مشاهدين بالكم تصحى على خير تصحى على خير تصحى على خير لعنه الله عليك.